يا هاسي خط بدعك نظم القيفان حضر حروفك معاني وسط ديواني أسقي فؤادي وقلبي للقصد عطشان والحس شارد وانا للشعر عطشاني وبعدها يا رسول وقت العزوم قد حان من فوق حبه رمادي شل قيفاني لا محايل لخو مارب ولد قدران صقر الحداه وربعه ناس شجعاني ذاك الأسد جيد شامخ مثل ما عيبان وصحبته كالذهب في راس صيفاني قصيدة كلمة الشاعر فتحي قايد عبد الله جعرة من أبناء محمية عثمة وهذه القصيدة مرسلة إلى الشاعر محمد صالح علوان القدراني من أهالي بني قدران قبيلة الحدا مع تحيات الأخ الباش مهندس بسام قايد عبد الله جعرة والأخ أبو سيف ميثاق أحمد الأخرم والأخ أبو بسام عبد محمد علي محسن جعرة والأخ الشاعر نايف يحيى الجمل يا قمبرادا شاعر فايز أبو شمس شارك أبو عصر العود أبو خليل عبد الفرحان وبليقاع زبيد عبد الفرحان تسجيلات الفايز أبو شمس دمار خط الحدا جوار مبنى المحافظة صبر أركاني وبعدها استعلمت
وحالات مضطرب في كل ميداني واستعلمه عليا من ذي حلة الوجدان بوعدها نار تشعل وسط وجداني وكل ما نسمعه صدق أو بهتان أما أنا مش مصدق شوفة عياني شوفت عياني من الخرب والدمر قد سرت انا حيران والفكر صبه ذهل والحس حيراني انظر زمانين كنا وين سرنا الان عاد اليمن للورا لا ماضي لا زماني ما عاد دارت بالسمك او من هما الحيتان ومن تصدق فيه يصلح كل خربان كل خرباني أحزاب متناقرة تدحس كما العجزان ولا دارين أحمال المقتول والجاني المؤتمر ديها دمها أم هما الأخوان من منهم يسعى الدار تبنيراني أول شرارة آتتنا من جبال مران الحوثي اللي تبنى كل عدواني أول شهر والقاعدة في الجنوب ماسك جبل ردفان مثل ترسه في الجبل تعلن بعصياني الوضع خرب وانا في غرفتي ضفشان الوضع خرب وانا في غربتي ضفشان في المملكة كل يوم تتجدد احزاني على اليمن وارضاها والهجر والحرمان بحبها قد أسر عقلي ووجداني كم قد تمنيت وانا طير لي جنحان صوب السعيدة اوجه صف جنحاني حب اليمن في الحاشا يشعل كما البركان والشوق له نار تشعل مثل بركاني يا رب تضف بها ندعوك يا ذو الشان برحمتك تسقاها بالغيث لامزاني والخير
خات ما صليت ما تتساقط الأنزال على رسول الهدى من اسم عدناني من جاءنا بالهدى والنور والبرهان محمد اللي بنوره ضاع الأكوان قال أمس البارحة سهران حيران مهموم زاد النوم ما جاني وعاد جتني رسالة من أعز إنسان أبيات شاعر أتتني بجمل الحاني أبو أصيل الفتى ذيك المضيفان يرحب على الراس من قلبي ولساني يا مرحبا فيه فوق الراس ولا عيان ما راح برقه ومنزل رش لمزاني. الجواب من الشاعر محمد صالح علوان القبراني جوابا على قصيدة الشاعر أبو أصيل فتحي قايد عبد الله جعره. تحياتنا الأخ عصام محمد القدراني والأخ مارب صالح القدراني. كما نهدي تحياتنا للأستاذ أنور القدراني. بسم الله ادعيك يا الله يا عظيم الشان يا من رفعت السماء من دون عمداني انا احمدك حمد من سمز لها شنون يا خالق الخلق قاصيها معداني اسالك العفو يا رحمن والغفران يا صاحب المقدرة والعفو والشاني وازكى صلاتي على خيرة دني عدلون محمد المصطفى من نورها هداني. وانتي معي الحالي لا خف يا حزاني اخوره بقال امس البارح وسهران حيران مهموم زاد النوم ما جاني وعاد جتني رساله من اعز انسان ابيات شعر اتتني بجمل لحاني أبو أصيل الفتى ذيكر ما الضيفان يرحب على الراس من قلبي ولسان. شنا مزاني عن حالات المغترب والهم والأغضان سألتني عنها وأحزاب الأخواني المغترب نار في قلبه وفي الشريان مكبود مهموم كم متحمل أغباني. أحزاب شيطاني لا عاد به في اليمن حكمه
خلاص الكل طيشاني احزابه تشطح ماتي للدل والفيران والخاسر الشعب طبعا ما حدا ثاني كهيكل الجيش واصبح هيكله عظمان ودخلوا له وصاية ليله الدالي واليوم قاده في جبل ربي وشمساني من بعد صنعة توجه بلا بعدان وظن عاده مواصل سيرته سانه وامثال محسن علي ذي هدم البنيان قد لها الله سعنا هد بنياني واليوم اشوفه جواري في وسط نجران لا شاف تبه يقول من ذي لها باني واليوم اشوفه جواري في وسط نجران لا شاف تبه يقول من ذي لها باني والقاعدة تذبح الجندي كما الخرفان بالله يا ابو عاصر دوازع لساني وش ذنبه العسكري يا صاحي كيف ما كان دام الولع للوطن ارضه وميطاني دامه مجند وعمره للوطن ما خان حامي مرضى الوطن من كل عدواني دامه مجند وعمره للوطن ما خان حامي مرضى الوطن من كل عدواني من حرضه يذبح الجندي هو اللي خان وغرره دايب على حور الاعياني اما حامد قد راح لا ترك يا مردان عبد الملك دواقه بالمر كيساني سوى لهم درس ما ينسوه في عمران خلى حامد واخواته والكل حفياني وكل من هان في ابن الوطن يهتان يلعن ابو شخص بعد العز يهتان أعيش شامخ وراسي صلب ما قدلان ولا في موتة شرف والعز يهناني هذا جوابي وهذا العطر والريحان واهديك باقه زهر والشهد جرداني قد باختصر بس ولا هاجسي مليان
يغرف ليل البحر لا ناديت لباني والختمة صلي عدد ما يتلوى القرآن واثني على المصطفى ما خطت بنانه.